رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بكل سنة وانتوا طيبين جديدة. الفقرة دي معانا مصمم جرافيتي اسمه محمد عبيدو أو عبيدو، طبعا مشهور جدا، كان ليه شفنا ليه رسومات في أو في الجونة، شفنا ليه رسومات لمحمد صلاح، جرافيتي عملها لمحمد صلاح. فالجرافيتي من نوع الفنون إنك فن يبقى تقدر توصل من خلاله أو عن طريقه أي رسالة. قدر من خلال فنه أو رسمته إن هو يوعي الناس، ليه طبعا فترة إحنا فيها بسبب كورونا، فبيوعيهم من خلال الرسمة اللي رسمها دي. دي حقيقة، وفعلا هو فن الجرافيتي هو فن رسم على جدران الشوارع. معروف ان هو فن يمكن الناس كلها بتحب او فنانينه بيحبوا يوصلوا رسائل للناس من خلال الرسم على الحوائط او حوائط الشوارع، ودي الرسالة اللي حاول محمد عبيد يوصلها للناس خلال فترة اللي احنا بنعيشها، فترة العزل الصحي من او تجنبا يعني لانتشار فيروس كورونا. هو عمل حملة او مبادرة من نوع مختلف، يمكن هي عكسية شوية لأنه في ناس تحب تفكر برا الصندوق، وهو فكر برا الصندوق، وكان شعار المبادرة بتاعه شكرا لكل واحد ما شافش الرسمة، يعني أنه هو بيشكر الناس اللي ما شافتش الرسمة. فطبيعي لما أنت تقرأ جملة زي دي أكيد هتستفز، هتشد انتباهك، فتضطر يعني هتبقى عايز كمان أنت تشوف إيه الجدارية أو إيه الرسمة اللي هو رسمها عشان يوعي الناس من انتشار فيروس كورونا. طب احنا ممكن نشوفها على الفيس وما خدش الكلام عليا، يعني اللي هو ما مرش بالمنطقة، اللي هو بحيث أنا ما شوفش الرسمة بس أنا عايز أشوف فنه، فهدخل على الفيسبوك بالزبط. وهشوف الرسمة، ودلوقتي كله أونلاين، ما حدش دلوقتي بيتعامل بالشكل اللي هو الواقع يعني. احنا معانا الصور على الشاشة. دي صورة شكرا لكل واحد ما شافش الرسمة. هي الصورة يعني كمامة، واحدة لابسة الكمامة، دي دكتورة بتمثل يعني الطبيبة مثلا. وشكرا لكل واحد ما شافش الرسمة، وطبعا فيروس كورونا وستاي هوم، ويعني الصورة معبرة طبعا. انت ايه رأيك فيها؟ بصي الجرافيتي بيعمل ايه، بصي نص الصورة اللي فوق او التلت اللي فوق والنص اللي تحت. الفرق بيخلي الشكل جميل، شكل المكان جميل، بالإضافة كمان للرسالة اللي هو حابب يوصلها. طبعا كاتب فوق هاشتاج ستاي هوم على اليمين لو انتوا شايفينه، ومنزل كورونا باللون الأخضر، لو اني معترض طبعا على اللون الأخضر لأن اللون الأخضر لون السلام والمحبة. هو في المجمل هم كورونا منزلينه باللون الأخضر في كل حاجة، هو مش هو بس، هو واخده جاهز بس انا ما هو عالميا الناس استعملت اللون الاخضر للفيروس، لشكل لرسم فيروس كورونا، وانا شخصيا معترض على الموضوع ده. اللون الاخضر لون السلام، لون المحبه، ما يمكن يبقى لونه اخضر فعلا يا عمرو، يبقى لون الفيروس اخضر لما شافوه تحت هم دكاتره. طيب احنا معانا صوره كمان على الشاشه برضو لمحمد عبيدو، خليك بالبيت، حظر تجول. يعني هي الرساله ممكن تبان ان هي توعويه طبعا، بس هي صريحة ومباشرة. انه يمكن احنا كان معانا في حلقات في انبوكس الايام اللي فاتت مبادرات من نوع مختلف، يعني زي مثلا احمد ناصر اللي هو فن طالب الهندسة وفن البانتومايم، لما نزل ولبس لبس وعمل مكياج الفن البانتومايم ووعى الاطفال بشكل ترفيهي لذيذ او فكاهي. هنا الفرق ان محمد حب يوصل الرسالة بس بشكل اللي هو صادم، اللي هو انت ما شفتش الرسمه شكرا ليك، انت لازم تقعد في البيت عشان في حظر تجول، في امراض، في اوبئه، رسم رسمه الكورونا، رسم الكمامه، رسم طبيبه جده في نظراتها للناس. فيمكن دي رساله من نوع مختلف تشد انتباه الناس برضه. صحيح، مش الجرافيتي بس اللي احنا يمكن احنا بنتكلم عن كل انواع الفنون. في نوعيات من الناس، النوع الاول اللي هو بيعمل لنا مشاكل في عم اقعد في البيت، اللي هو عارفه النوع ده اللي هو زي الاطفال بتحايل الناس، بتحايلهم. النوع ده يعني عندنا يعني شويه اختلافات معاه، وان شاء الله نقدر الموضوع يتحل. انما النوع اللي في النص ده نوع كويس جدا، ده ما فيش منه ضرر ومريحنا، اللي هو لا بيخرج من البيت ويعمل لي ضرر ولا بيقدم حاجة، بس هو مساعد المجتمع اللي هو فيه بأن هو قاعد في البيت ومحافظ على سلامته. ده النوع الثالث اللي بقى إيه؟ صادم. أنا ملتزم في بيتي وظبط الدنيا كل حاجة، بس ممكن أقدم حاجة، أخرج أوصل حد، زي فكرة بتاعت اسكندرية اللي كانت بتوصل للناس قبل بالزبط. موعيد الحظر، فن جرافيتي عفوا أقدر أقدم من خلاله، فن بانتومايم زي ما أنت كنت بتتكلمي أقدر أقدم من خلاله. إذن دي في ناس واصلة في مرحلة العطاء، مهما كنت في أزمة في مش عارف إيه أنا في مرحلة العطاء.
ما هي دي ناس اللي ربنا يعني بيسخرها لخدمة البشرية وخدمة الإنسانية، بيبقوا ملهمين، نماذج ملهمة، وبتبقى مش عايزة أكتر من الخير اللي هي بتقدمه لمساعدة الناس. ومجرد هما بيساعدوا الناس، المقابل اللي بيشوفوه في وش الناس الرضا والسعادة والشكر، هو ده أحلى مقابل هما بيستنوه من الخير اللي هما بيقدموه. يمكن فقرتنا دي خلصت. من خلال الفقرة حاولنا نوصل مبادرات ورسائل الناس والفنانين اللي بيتعايشوا مع فكرة أزمة كورونا، وإزاي بيقدروا يوعوا الناس من خلال فن وموهبة كل واحد بيتميز بيها. بعد الفاصل هنستقبل ضيفتنا الجميلة بقى، مصممة الديكوفاج ريهام البرقوقي، هتكلمنا إزاي نقدر نزين البيت ونستخدم المواد القديمة فن الديكوفاج لزينة رمضان. استنوا.